هاد الدار هادي ما بين 12 12 ونص طاحت هوات. هاد الدار حنا شحال من شحال مده ديال الايام وحنا تنعيطوا تنهضروا مع الوالات، هضرنا مع السلطات المحليه قال لك راه دافعين الخبره، خاصها غادا تخرج الخبره، تيتسناو الخبره، امتى تخرج الخبره؟ الخبره ما دارت حتى شي حاجه ديالها. مات واحد الله يرحمه صديق ديالي زيد 66 عنده شي قريب طالع شي 55 عام دابا. المشكل اللي وقع ليه هذا السيد، كنت انا وياه تنهضر انا وياه قبل المغرب، ما مع صلاه المغرب اللي صليت المغرب خرجت تلاقيت ما بقيت تنهضر انا وياه، قلت ليه السي فلان، قال لك هاد الناس هادو شادين التليفون تيصوروا، علاش مالنا حنا هادي كذا كذا، علاش يجيو تشوا هاد الدار يديروا البارير؟ قلت له خويا الا داروا البارير في صالح العامه راه ماشي في صالحك انت ولاد، راه في صالح كلشي. بقى مسكين تاعي ملي قال لي الحاجه انا غنمشي نطلع للدار، داز عند مول المحل خدا جوج حكيكات ديال دانون طلع للدار. بقيت انا ملي تلحقت الوقيته طلعت للدار، فوقيت النعاس انا تنتسنى باش نلحق الوقت ديالي باش نوض الصباح الخدمه، بيا تتفاجئ كلشي تيغوت، تنسمع المراه ديالي تتغوت على الدراري ولادي، الدري ولدي طلع واحد طلع للطابق الثاني فرقع الباب باش خرج واحد السيد بصير، والثاني بدا غادي طالع باش زعما باش يطلعوا عند الاخر الفوقاني ما بقاوش قادروا يكملوا. السيد كان ساكن اللي مات الله يرحمه كان ساكن في الطابق الثالث، دابا الكرايه كانت دار البرومي الطبقه الطابق الاول، مولاها ملي شاف هذاك الشيء اللي كان ساكن شاف داك الشيء بدا يخرج هرب، خلى داك الشيء يخرج ولادو كلشي ومشى بحالو، والاخرين بقاو ساكن ما عندهم فين يمشيو، وبقاو دابا تيتسناو تيتسناو. راه كان علاه سال حساب اليوم باش كانت غتجي السلطات المحليه باش تخرجهم بالقوه، ولكن كتاب مكتوب الدار طاحت قبل ما يطرا الطريق هذا. نهار الاثنين جا السلطات الله يجازيه بخير، راه وقفوا معنا وكان ما هما وكان ما حتى واحد ما يفلس فينا، جاو بعدا نبهونا ديرنا ذيك الاوتونسيون حاضيين بعدا، والسيد قلنا له يعطينا فلوسنا نمشيو نكري ونخوي، وقال لك ما عنديش انا ما عندي ما ندير لكم، وحنا ما عندناش باش نكري وما عندناش فين نخرجوا.